اللي هو السكشن الرابع من الشابتر الثامن. بدنا نتكلم عن تكاملات. التكاملات بالمجمل راح تحوي يعني راح نشوف فيها جذور من هالأنواع. إذا بتشوفوا بجوز عنوان المحاضرة حطيته على الإيليرنينج قلت لكم إنه جذور تحوي أو آسف تكاملات تحوي سم راديكالز. راديكالز يعني جذور لا أكثر ولا أقل. شكل الجذور اللي راح نشوفه إما A تربيع ناقص X تربيع يعني زي مثلا 4. في منهم شفنا زي لما كنا نأخذ الصين إنفرس على فكرة قريب من واحد منهم اللي هو ها طبعا. بس هذاك لازم يكون الجذر لحاله فقط ظاهر بالمقام طبعا ولحاله ما محوش أي مرافقات. ممكن نستخدم أحيانا أشياء بالتعويض بس لازم يرجع لحاله. هنا لا ممكن يدخل مع أشياء ثانية. على كل خلينا بعدين بنشوف شنو ممكن كان بالطريقة هاي. يعني ممكن تقول 9 ممكن تقول 25 ممكن تقول 2 بغض النظر عدد لأنه 2 فعليا هون إذا كان في 2 يعني معناها جذر 2 مربع ناقص X تربيع تمام. فبدي يكون عندي ظاهر جذر من هالشكل. في بعض الصحيح مش ضروري يكون جذر. في سؤال بجوز اقعد اعطي لك اياه واحط لك اياه هو باسئله الكتاب مش شكل جذر عادي بس بقدر اكمل بالطريقه هاي برضه. هاي مثلا جذر بس ما لهاش علاقه بالتان. على فكره التان كانت A تربيع زائد X تربيع فبدي يكون حذري من دون جذر. هاي برضه زي مثلا لما تقول لي X تربيع مثلا او 9 مثلا زائد X تربيع. اذا شوف التصيغه داخل التكامل أو مشتركة مع أشياء ثانية ممكن أستخدم الطريقة هاي. وهون العملية العكسية من هاي راح تصير X تربيع ناقص أي تربيع. فضل الثلاثة أصلاً ثلاث خيارات عندي. إما عدد بجمع على X تربيع أو بطرح X تربيع من عدد أو بطرح عدد من X تربيع. بس بدي أشوفهم غالباً تحت الجذر التربيعي. طيب ليش إحنا مركزين على هالثلاث أنواع؟ خليني بعد إذنكم أروح لشيء بسيط جداً مشان أذكركم. إذا تذكروا يا شباب المرة الماضية أو بالمحاضرة الماضية قلت لكم في عندنا المتطابقات بدي تركزوا لي على ثلاث راح نحتاجها لبعدين شوي بالدرس الجاي. كانت واحدة منهم بتقول لي إنه الكوساين تربيع زائد الساين تربيع يساوي واحد. أو بلغة ثانية بقدر أقول إن الكوساين تربيع بتساوي واحد ناقص ساين تربيع صح؟ فبكل بساطة بكل بساطة أنا شو الغاية اللي بدي أصل لها؟ خلنا أرجع للشرح تبعنا. الغاية اللي بدي أرجع لها بكل بساطة أنا عندي هاي مثلا لو جيت قلت عندي A تربيع ركزوا لي بهاي اللي تحت الجذر خلنا نحط لكم عليها سهم. لو قلت A تربيع وبدل الاكس تربيع جيت قلت بدي احط ناقص هاي الناقص اللي بالوسط. لو قلت بدي احط ساين تربيع اي ساين تربيع يو مثلا او ثيتا بغض النظر خلينا نسميها يو احسن او ثيتا مشان امشي بعد شوي اذا شايفين طرف الملف تحت مع طبعا لما احط اي ساين تربيع اضرب الطرفين مثل تربع زي هيك. شو بتتساوي إذا بطلع الإي عامل المشترك وتطلع إي تربيع في واحد ناقص ساين تربيع لليو صح؟ خلينا نرجع هناك شوي. بس إحنا قلنا عبارة عن إيه الشباب؟ كوساين تربيع صح ولا لا؟ واحد ناقص ساين تربيع اللي راح يصير معي بكل بساطة إنه هاي كلها عبارة عن مين؟ أمل إنه ما يغير ليش اللون لأنه للأسف مرات بغيرهن بغيرهن مش عارف أسيطر عليها الصحيح هاي. فهاي بكل بساطة عبارة عن كوساين تربيع. فهي راح تصير هاي يساوي A كوساين تربيع لـ اليو. طب شو اللي صار عندي يا شباب؟ طلعنا عن ما صار عندي تحت الجذر حدين لأنه بتعرف الجذر ما بتوزع عندي على الطرح والجمع والأشياء هاي بحيث اني اخلص من التربيعات. بس بشو باستخدام المتطابقات انا استفدت؟ اني حولت الجذر هذا ايش؟
يعني لو بدي اجي احط هسه هون جذر هيك جذر جذر طلع هون نهاية اسف هون في تربيع هاي كل بساطه صارت حد واحد بقدر اختصر التربيعات مع مين مع الجذر لانه الجذر بتوزع على الضرب فالعملية بصير ايش اني عماني بتعويض مثلا هون لما تكون الاكس اعوضها اي ساين يو راح اختصر مين راح اختصر الحدين هذول المطروحات من بعض بحد واحد مربع وبالتالي بقدر اختصر الجذر تمام نفس الفكره يا شباب نفس الفكره على الجذر هذا والجذر هذا بس شو اللي بدها تفرق معي شكل التعويض مثلا احنا بنعرف فون انه بتجمع مثلا خلينا ارجع للوح بالجمع احنا بنعرف انه الواحد زائد التان تربيع مثلا بيساوي سيكن تربيع اعذروني على الاس بتاعتي هاي اللي طلعت ابصر شلون شكلها راح تكون سيكن تربيع فهي راح تسهل علي وبنعرف انه احنا التان تربيع بتساوي سيكن تربيع ناقص واحد فبالتالي هذول يا شباب شايفين أنا من حدين مجموعات رحت لوين لحد واحد ماله مربع وهون من حدين مطروحات من بعض وصلت لوين لحد مربع وهون من حدين مطروحات من بعض وصلت لحد مربع بس اطلع عليهم هون مين عندي الصان مطروح من الواحد هون مين عندي الواحد مجموع للتان هون عندي مين السيكنت مطروح منه مين واحد فهذول التعويضات لها سبب راح تشوفوهن هسه هون خليني أرجع لهون راح تشوف انه مرتبات بالجدول هون اسهل طبعا مثل ما قلت لكم تسموها يو بتسموها تيتا انتم حرين فبكل بساطه اذا شفت بالتكامل جذر الاي تربيع ناقص اكس تربيع شو بتروح تفرض الاكس تفرض الاكس عباره عن اي ساين تيتا او اي ساين يو تمام طبعا هاي السيمبليفيكيشن انت حافظها من المتطابق يعني شو بده يطلع معي زي هون شو طلع معنا لما بسطنا لما بنلغي الجذر هون مع التربيع راح يلغي التربيع هذا ويلغي التربيع هذا الجذر راح يطلع عندي A كوساين يو انا هاي ما بفضل انه تحفظوها صحيح بفضل يضلوا حافظينها من المتطابقات زي ما قلت لكم عن هنا هون خلاص انا بعرف انه صارت واحد ناقص ساين تربيع هاي راح تكون من كوساين تربيع بعرف انه واحد زائد تان تربيع راح تعطيني سيكن تربيع بعرف انه سيكن تربيع ناقص واحد راح تعطيني التان تربيع وحسب نشوف هذول بالأمثلة أظن راح تكون الأمور إن شاء الله أسهل طيب إذا شفت الـA تربيع زائد الـX تربيع بفرض الـA تان ثيتا وبرضه بتيجي من هون يا شباب زي ما قلت لكم شايفين بفرض هاي التان بفرضها إيش بفرض الـX تان يو إذا فرضت الـX تان يو شو بده يطلع معي سيكن تربيع تمام فاحنا بنحفظها نحفظ في العمليه بتصير ان شاء الله سهله فبالتالي اذا كان عندي اي تربيع زائد اكس تربيع بفرض الاكس بيساوي اي تان ثيتا واللي راح يطلع عندي اصلا بالسيكنت قلت لكم بدي احفظ الجدول هذا بكل بساطه لانه المتطابقات احفظ المتطابقات ونجيب المتطابقات بطريقه ان شاء الله افضل واذا كان عندي اكس تربيع ناقص اي تربيع بفرض الاكس بتساوي اي سيكنت اللي هي المتطابقه الثالثه اللي كتبت لكم اياها قبل شوي على اللوحه هنا ما بدناش نشوف الإثباتات تاي والكلام هذا خلينا نروح لمثال بسيط جدا الصحيح وخلينا نشوف المثال هذا بدي إيفالويت الانتيجرال هاي اي من انتيجرال اللي هو بيساوي تكامل جذر الواحد ناقص اكس تربيع دي اكس خلينا نشوف الآلية بتطلع عليه بكل بساطة بشوف انه شكله ثابت خلينا نشيل الأشياء هاي بلاش خربط عليك شوي بشوف شكله ثابت ناقص اكس تربيع تحت الجذر الفرض هذا ثابت ناقص اكس تربيع بفرض الاكس بيساوي اي ساين ثيتا الاي طبعا جذر العدد اللي هون يا شباب هون عددهم اعطيني اياه واحد جذره واحد راح يكون فبالتالي راح افرض ان الاي ساين ثيتا او اللي هي يعني ساين ثيتا بدكم تفرضوها يو افرضوها يو برضه نفس الشيء اذا ثيتا مثلا ما بتحبوهاش كثير هذا شيء برجع لك لان بجوز كتابنا حتى الموضوع هذا معطيه بدلاله ثيتا فإذا فرضت x بتساوي ساين ثيتا باجي بعوض هون بكل بساطة أو بشتق خلينا نشتق بالأول فالدي x شو بدها تكون يا شباب؟ إذا الـ x بتساوي ساين ثيتا فالدي x بتساوي الساين مشتقة كوساين
والثيتا مشتقة مداخلها دي ثيتا لا أكثر ولا أقل. تمام؟ وبالتالي إحنا إجمالاً خلصنا. بدي أروح أعوض، بدي أعوض بالتكامل، راح أعوض هنا بدل الإكس وبدي أحط، بدي أحط ساين تربيع اللي هي الساين هاي الفرضت أنت الإكس أنت شفرتها ساين تربيع، فأنا هون راح يجيني ساين تربيع. بس بعرف واحد ناقص ساين تربيع كوساين تربيع، خذ جذرها راح تطلع كوساين، فراح تطلع عندك مين الكوساين هاي اللي جاي من وين يا شباب أول واحد اللي من تحت الجذر. بعدين الدي إكس وهي الدي إكس كانت عبارة عن كوساين ثيتا دي ثيتا، بدي أحط بدل دي إكس شو هي، شو راح يجيني كوساين ثيتا دي ثيتا هم. تمام؟ لا تخربطوا لي فيهن منين يجين هذول، ليش يجي مرة كوساين وكوساين واحد منهن لما عوضنا الجذر، وهذا شرحها هون حسب المتطابقة، والثاني من الدي إكس لا أكثر ولا أقل. خليني أشيل الأشياء هاي. وهي راح تساوي كوساين تربيع، هذا التكامل كملناه المره الماضيه حسب المتطابقه، قلنا هاي راح تصير نص زائد نص كوساين ضعف الزاويه دي ثيتا، تكامل النص ثيتا، طبعا اذا انا بتكامل بالنسبه لثيتا ديروا بالكم، بعدين النص بده يجيني برضو الزاويه هاي بالمقام تحت راح يجيني ربع، وتكامل كوساين عباره عن ساين. وبرجع باكد يا شباب تكامل كوساين ساين، وتكامل الساين ناقص كوساين عكس الاشتقاق، فديروا بالكم تخربطوا فيهم، فراح يطلع هذا التكامل فعليا زائد سي. بس شو مشكلتي بالتكامل هذا شباب؟ مشكلتي بالتكامل هذا انه بدلالة ثيتا، صح؟ طيب بدي ارجع بدلالة مين؟ بدلالة الاكس، لان التكامل اصلا بدلالة الاكس. هاي الخطوة بجوز برضو مهمة جدا الصح بالنسبة لنا بالتكاملات تاي، بس تاني تجاوزها بسيطة جدا. اخذنا نفس الفكرة تقريبا زمان لما اخذنا التان انفرس والساين انفرس، فالعملية اظن بسيطة جدا. هسه بنشوف شو ما نساويها والأمور إن شاء الله بتكون سهلة. شو اللي بتساوي؟ أنت الثيتا هاي بتاعتك زاوية، الإكس عبارة عن ساين زاوية. تمام؟ طيب الساين من اللي إذا بترجعوا للأشياء اللي حطيت لكم إياها بالملف المراجعة، هذا الساين للزاوية يساوي اللي هو المقابل الأوبزيت يسموه على هايبوتنس اللي هو الوتر. بعرف شكون كاتب لكم اياهم بالعربي ولا كاتب لكم اياهم بالسيف بالاختصارات، بس فيما لو لزمن الساين مقابل على مجاور بنعرف من المدرسه، ما اسف مقابل على وتر. طيب بما انه ساين ثيتا ساين الزاويه بيساوي اكس، معناته ساين ثيتا بيساوي اكس على واحد فعليا، معناته المقابل راح يكون اكس والوتر قديش؟ واحد. ايش اللي راح اساوي؟ اللي راح اساوي راح اساوي المثلث بتاعي هاب ثلاث قائم الزاوية، راح احط الزاوية ثيتا مثل ما اتفقنا، بما انه الاكس ساين ثيتا المقابل راح يكون اكس والوتر راح يكون واحد. طيب حسب نظرية فيثاغورس شو بده يكون المجاور؟ هاي شباب شو بده يكون المجاور؟ المجاور بده يكون عبارة عن الجذر التربيعي لا الوتر مربع ناقص الضلع الثاني مربع اللي هو ها، فهي راح تصير واحد ناقص اكس تربيع. طيب انا دائما بالوضع الطبيعي يكون دائما لما اعطي الموضوع هذا ادقق على الشيء هذا، طلعوا على الضلع الثالث اللي طلع معك هذا، بس مشان تتاكد ان انت بتشتغل صح ولا غلط. الضلع الثالث اللي بيطلع معك كون لما بتساوي المثلث لا ترجع فيهن يفترض يكون مين؟ الجزء اللي خلاك تبدأ بالتكامل بالطريقة هاي وين؟ بالبداية. تمام يا شباب؟ بس هيك بس عملية تدقيق لا أكثر ولا أقل. طيب خلنا نرجع للبنية. طيب بس هون يا شباب بدي أرجع عوض الأمور طبعاً. ثيتا هون لأنه المسألة هاي تحديداً الصحيح ثيتا لحالها جاي ما بقدر أرجع فيها أرجع، بس إذا بعرف أني أنه ساين ثيتا بتساوي إكس من هون شو بقدر أعرف؟ إنه الثيتا حسب ما تعلمنا زمان راح تكون الساين إنفرس أو اللي هو الأرك ساين لمين؟ للإكس. ولا تستخدموا لي الأرك ساين والأرك تان والأشياء هاي إلا إذا شفتوا الصحيح الزاوية لحالها، أذروايز الأمور بتكون الصحيح مش دقيقة كثير.
يعني لا تيجي تقول لي هون برضو لها علاقة بالارك ساين أو ساين إنفرس أو واتيفر. لا هون بدنا نستخدم المثلث. طيب مشكلتي هون يا شباب وين؟ إنه ما داخل الزاوية في اثنين ثيتا، بس أنت شغلت على الزاوية هون مين؟ كان ثيتا واحد. هاي تتجاوزها بسيطة. إحنا عندنا متطابقة. المتطابقة شو بتقول؟ إذا تتذكروا المتطابقة بتقول، إذا بنذكر كويس، إنه ساين ضعف الزاوية بساوي 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا. جيب هاي وحطها هون بدالها، شو اللي راح يجي مع الاثنين مع الربع؟ راح تختصر، راح صفي نص، وراح يجيك ساين ثيتا كوساين ثيتا. خلاص خلصنا فعليا. المثلث عندي جاهز، الثيتا عبارة عن ساين انفرس لا الاكس، انتهينا منها. بدي اضل اعوضهن بس لا اكثر ولا اقل. طيب عندي هون نص ثيتا، يعني نص ساين الانفرس للاكس. بعدين ساين ثيتا اوريدي، ساين ثيتا شو بساوي؟ اكس. هاي هون يا شباب ساين ثيتا يساوي اكس، معناته نص اكس. كوساين ثيتا احنا نعرف ان الكوساين عبارة عن مجاور على وتر، معناته راح تكون جذر الواحد ناقص اكس ربيع على واحد، راح يجي كون جذر الواحد ناقص اكس ربيع زائد ثابت التكامل. تكون المسألة انتهت. فالعملية بسيطة جدا بالجذور هذول. راح ارجع عيد وكرر يا شباب شو بدي اساوي، او اللي انت شو مطلوب منك تساوي. بشوف واحد من الجذور هذولا داخل تكامل، بدي افكر بالتكنيك هذا او بالطريقة هاي اني اكامل فيها، بكون حافظهم. شوف الثابت ناقص الاكس ربيع، بفرض الاكس بتساوي اي ساين ثيتا. شوف الثابت زائد اكس ربيع تحت الجذر، بفرض الاكس بتساوي اي ساين ثيتا. شفت ثابت مطروح من اكس ربيع، بفرض الاي بتساوي سيكن ثيتا. تمام، بستخدم المتطابقات الثلاث اللي قبل شوي كتبتين على اللوح الابيض، بجوز رجعت خبصتهم، بس تستخدموهن. بتقدر تستخدم التعويض عادي، بسيطه جدا. بتطلع شو الدي اكس، بتعوض، بتطلع التكامل بدلاله ثيتا حسب الطرق اللي تعلمناها المرة الماضية بالتكاملات، البرودكتس والأشياء هاي للصاين. إحنا ليش أخذناهن أصلاً هذول البرودكتس والكوساين والصاين؟ عشان الموضوع حال. بقدر أكامل، يعني كله راح يصير عندك بدلالة كوساين وصاين وما إلى ذلك طبعاً، وتان وسيكن. لا سبب قلت لكم المرة الماضية ركزنا عليهن يعني بسكشن الماضي. بكاملهن، بدي أرجع بالإكس، بروح بساوي المثلث القائم الزاوية حسب فرضي وتعريف الاقترانات المثلثية. بطلحين ظلوا متذكرين طبعا، لأنه الفرض عندك انت، شو الفرض عندك؟ الفرض إما ساين، لأنه هاي شباب هون بدي أشوفها راح تكون ساين ثيتا بتساوي إكس على إيه، إما ساين، ومنعرف الساين عبارة عن مقابل على وتر، أو التان طبعا منعرف أنه مقابل على مجاور. التان راح يساوي اكس على اي هون، ديروا بالكم، وهذا مقابل على مجاور، والسيكنت هذا مشان لما بترجع تجوع بالمثلث راح يكون الاكس على اي والسيكنت اللي هو مقلوب الكوساين. احنا بنعرف الكوساين مجاور على وتر، بصير وتر على وتر على مجاور. تمام، هذا بصير هايبوتنس على مجاور اللي هو الادجسنت. تمام، فحاول تذكروهم من اللي حطيت لك اياها او تشوفوهم باللي حطيت لك اياها فيها التفاصيل ان شاء الله للاشياء. خلينا نكمل بالامثله وان شاء الله الفكره راح ترسخ اكثر واكثر. طيب المثال الثاني بده تكامل جذر ال 9 زائد اكس تربيع دي اكس. هون بما انها زائد مباشره بدي اروح افكر بالتان، بس ديروا بالكم بفرض الاكس عباره عن مين؟ قلت لكم جذر العدد هذا اللي هو 9 اللي هي 3 مضروبة مين؟ في تان ثيتا حسب الجدول اللي فوق. طيب من هون معناته جذر التسعة زائد اكس تربيع، اذا بدي اعوض الاكس عبارة عن تان ثيتا مضروبة بالثلاث طبعا، لما ادخل الثلاث ثيتا هنا تحت التربيع يا شباب راح ثلاثة تان ثيتا تحت التربيع راح تصير تربيع الثلاث تسعة، وتربيع التان تربيع التان لا اكثر ولا اقل، ما في شيء جديد. عندي التسعة عامل مشترك بطلعها برا الجذر اذا بدي، يعني هاي اذا بدي اكمل مكملة تحت طبعا، اسف.
بطلع الثلاث عامل مشترك، إذا بطلع التسعة من تحت الجذر بتطلع ثلاث، بضل عندي واحد زائد تان تربيع. الواحد زائد تان تربيع احنا اتفقنا انه هاي كلها عبارة عن سيكان تربيع حسب المتطابقة، والتربيع بروح مع الجذر راح يطلع سيكان تيتا، فراح تطلع في ثلاث برة راح تطلع ثلاثة سيكان تيتا. الدي اكس طبعا راح تصير ثلاثة راح تنزل، والتان مشتقة سيكان تربيع دي ثيتا، دي ثيتا طبعا هي مشتقة ما داخل التان. طيب نعوضهن، الجذر هذا كله شو بداله؟ بدي يجيني ثلاثة سيكان ثيتا، تمام؟ والدي اكس راح يجيني بدالها ثلاثة سيكان تربيع ثيتا دي ثيتا، هاي هي المضاعف، راح تطلع تسعة سيكان تكعيب دي ثيتا. طيب شباب اذا تتذكروا، اذا بتتذكروا هاي حاطين لكم هون اكسرسايز انه تستغلوها، بس ما فيش داعي نشتغلها صحيح. إذا بتذكروا، إذا بتذكروا المرة الماضية استخدمنا الباي بارت لمكامل التاي، قلت لكم هاي فكرة شادي لحالها، إذا بدينا نكامل بالطريقة العادية ما رح تزبط، يعني إن نفك مثلا سيكن تربيع لحالها ونكمل ما رح تزبط، فرح نستخدمها باي بارت، وزي بتلف ومننقل حد عند حد ورح يجينا نص كذا كذا كذا، تمام؟ مذكرين هذا الكلام ولا أروح أوريكم إياه إذا بتذكروا؟ خليني الفايل لقيته بعد اذنكم اوريك اياه. اوكي يا 102 اذا تتذكروا محاضره امبارح بدي انزل تحت شوي. اكزاكتلي اظن انه وصلته. هذا هو لما كتبت لكم انه بالبدايه احنا بنقدر نمشي طبيعي، ما بنقدرش نمشي بعدين بنكامل باي بارتس بطريقه معينه، اللي بيهمني منه انه نحصل على الجواب، طلعوا على الجواب. فهذا هاي المساله اذا بتتذكروا كل بساطه، طبعا هون في عندي اذا بدي ازيد سي هون، اوكي شباب زائد سي بضل تطلع على شكل التكامل، شو هو راح يكون عباره عن مين؟ سيكنت تان زائد لين السيكنت تان بالمطلق، تمام؟ مقسوما على مين؟ على نص. خليني ارجع للملف تبعي. اوكي فبالتالي شباب هاي ارجعوا انتم حلوها، محلول عندكم بس مشان تمرس ايدك عليها لا اكثر ولا اقل. فهي راح تطلع هاي كل بساطه عباره عن مين؟ تسعة والنص عرفتوا منين اجى، لان رجعت لكم للصيغه هذيك، سيكن تان زائد لين مطلق السيكن زائد تان ثيتا زائد ثابت كم. طيب لهون انت انجزت معظم الشغل الصحيح، ضايل علي اني ارجع الامور بدلاله اكس. شو اللي راح اساوي؟ رح اجي للفرض بتاعي هذا اللي هو هون، اقدروني اني اكتب لكم اياه هون، رح اقول انه تان ثيتا رح يساوي فعليا اكس على ثلاث. انت رايح على المثلث حاث ثيتا. طيب التان احنا بنعرفه مقابل على مجاور صح؟ فالمقابل عندي قديش راح يكون بالحالة هاي؟ X والمجاور راح يكون 3. فبالتالي هاي مقابل وهاي مجاور.
هسه في ثغورس هي راح تكون مربع الضلع الاول زائد مربع الضلع الثاني، فهي راح تصير عباره عن 9 زائد اكس تربيع. اوكي شباب، ما ضلش علي شيء الا اني اروح اعوضها لا اكثر ولا اقل. باجي لهون السيكانت، بعرف انه مقلوب مين؟ مقلوب الكوساين. الكوساين احنا بنعرف انه مثل ما قلت لكم راح يكون عندي الكوساين عباره عن مجاور على وتر، صح؟ بدي اعكسهم، راح اصير وتر على مجاور، راح اصير يعني جذر 9 زائد اكس تربيع 3. تمام، بدي اشيل الصحين هذول مشان ما اخربط الناس. بعدين باجي للتان، التان اللي فرض تاعك اصلا كان اكس على 3 او من هون مقابل على مجاور. بعدين لن السيكانت، هاي السيكانت طلعنا نفسه، زائد التان اكس على 3 اللي احنا مطلعينه بالمطلق زائد ثابت سي. برجع باكد يا شباب انه دائما الضلع الثالث اللي ناقص عندك كونه فعليا هو السبب اللي طلعك بالمساله من اصلها، طلع عليه نفسه. تمام، فبدنا ننتبه لها الاشياء هاي يا شباب. طيب نروح لمثال ثاني. لو بدي التكامل اللي هو هذا دي اكس على اكس تربيع في جذر الاكس تربيع ناقص 4، هذا اللي هو على الصيغه الثالثه اذا اني مش غلطان، اكس تربيع ناقص اي تربيع تحت الجذر، اكس تربيع ناقص اي تربيع تحت الجذر. طبعا العدد هون المربع اللي هو 2 تربيع 4. طيب شو راح افرض؟ الاكس يساوي 2 بالسيكنت حسب الجدول اللي فوق، بما انه الصيغه هاي اللي عندي. تمام، بدي افرض اي بالسيكنت. اوكي خلينا ارجع له. فبكل بساطه راح اقول الاكس بيساوي 2 سيكنت ثيتا، بالتالي شو اللي راح يصير معي؟ هذول اللي تحت الجذر راح تكون اكس تربيع ناقص 4. بعدين بقول كل الشيء بدي اياها بالطريقه هاي. هاي لو عوضناها راح تصير 4 سيكنت تربيع ناقص 4 بتساوي 4 بالثاني تربيع زي ما كنا نساوي قبل شوي. وبدي هذا دائما الجذر عليها، صح؟ بدي يظل بجذر او بدون جذر، بعدين نراجع ماخذ الجذر. بدكم تحطوه من البدايه احسن مشان تشوفوه بصير. تمام، فهي راح تطلع 2 في تان ثيتا. المشتقه دي اكس بتساوي 2 سيكنت ثيتا تان ثيتا، لان احنا بنعرف سيكنت مشتقته سيكنت تان، فبالتالي هاي 2 راح تنزل، بعدين راح يجيني سيكنت، بعدين راح يجيني تان مشتقه في دي ثيتا. اعوض خلصت. الدي اكس بدي احط بدالها هذا الشيء، هذا راح يجيني بالبسط بالمقام، الجذر هذا راح يجيني بداله، بس بعد اذنكم بدي اشيل الاشياء مشان ما اخربطكوش بالاسهم. مثل ما قلت لكم هون هذا بكل بساطة كله راح يجيني تعويضا لمين؟ الدي اكس بالبسط، وبالمقام راح يجيني بدل الجذر هذا راح يجيني مين؟ 2 تان ثيتا، هذول من تعويض بعض صارن، فبالتالي راح يجيني 2 تان ثيتا هون. والاكس تربيع يا شباب هاي الاكس بتاعتك انت لما تربحها راح يطلع عندك 4 سيكنت تربيع ثيتا. تمام، خلينا نبسطهن. اذا بسطناهن هون 4 ب 4 او ممكن 2 هاي تختصرها مع 2 هاي راح تروح، راح يطلع عندك برا 4 برا بالمقام يعني ربع، بعدين راح يطلع عندك تكامل. هون تقدر تختصر سيكنت مع سيكنت وتان مع تان، ظل عندك واحد على السيكنت بس. اوكي بس واحد على السيكنت احنا بنعرف انه السيكنت مقلوب الكوساين، واحد على السيكنت يعني الكوساين فعليا لا اكثر ولا اقل، فراح تطلع ربع بالكوساين بالبسط فوق، مقلوب السيكنت كوساين، مقلوب الكوساين سيكنت. اوكي شباب، تكامل الكوساين احنا بنعرف انه ساين لا اكثر ولا اقل، فراح يجيني ربع ساين ثيتا زائد سي. برجع بدي اساوي الجدول اللي اسف المثلث بتاعي، بعرف انه الاكس بتساوي 2 بالسيكنت، بالتالي راح تصير السيكنت اكس على 2، او الكوساين اذا بدك الكوساين مثلا بغض النظر ما بتعنينيش، مشان مقلوب لا اكثر ولا اقل. الكوساين مشان مثل ما قلت لكم اذا بتنسوا السيكنت والكذا شو هن ظلوا متذكرين، هن مقلوبها 2 على اكس، يعني المجاور 2 والوتر اكس، لانه بنعرف الكوساين عباره عن مجاور على وتر. المقابل راح يصير عندك الوتر مربع اللي هو الاكس تربيع ناقص
اثنين تربيع اللي هي أربعة تحت الجذر. وبرجع بكرر إنه هذا الشيء اللي لازم طلعك من المسألة الأصلية تمام، اللي خلاك تستخدم الطريقة هاي. الضلع الثالث اللي بنقص هذا بأشير لك إنه شغلك كون أنت اللي اشتغلته إجمالا صحيح نوعا ما. طيب الصائن احنا بنعرف انها مقابل على وتر، كل بساطة هاي الصائن راح تكون مقابل جذر اكس تربيع ناقص 4 على وتر مضروبة بالربع زائد ثابت سي. هذول ثلاث امثلة على خلينا نقول على الطريقة هاي، طريقة سهلة جدا الصحيح اذا بنعرف نشتغلها صح، ما فيها شيء مميز. احفظ الجدول، يعني مش الجدول شلون ممكن شو تعوض، وانت اوريد المفروض بطبيعتك المفروض حافظ المتطابقات من 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 زمان، فانت شو اللي بتساوي بتتابعهن شوي شوي، تستخدم المتطابقات بتصل لتكامل زي الطرق اللي تعلمناها المره الماضيه لا اكثر ولا اقل. طيب هون بدنا نصل لاكسرسايزز، طبعا احنا بعدنا معنا وقت شوي، بدي احاول اني اعطيك شويه افكار شلون بدنا نستخدمها. بدي احاول استخدم الزاويه هاي الصحيح، خرب علي طبعا لاني ما راح اقدر اكتب جوا هسه، اعذروني بدي اعيد. طيب بدي اعطيك شويه افكار فيه نصح شلون تمشوا فيهن بهالثلث ساعه اللي ظلت معانا، واذا صار في مجال بحل لكم انا كم سؤال بنزل لكم اياهن، بس هذاك انتم بتقراوهن مش مسجلات المحاضره بكونين. طيب بس باللحظه هاي بدي الصحيح حابب تشاركوني بالموضوع، بدي اعطيكم مجال. دكتور انا بدي اشارك، بدي أعطيكم مجال إني أسمعكم الصحيح. هاي شباب المسألة أنا بدي تفضلي. أول شيء أنا خطرت لي إنه إكمال مربع، لأنه مش مربع كامل بالضبط، فبالتالي إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 5. هلأ بحكي باخذ نص معامل إكس، هو اللي شو نص الاثنين؟ واحد. طيب فبالتالي بربعه. خلينا نكملها شوي شوي بعدين نقول الخطوات الثانية. زميلك تقترح إنه أول شيء إني أعمل إكمال مربع لهالشيء اللي هون، وطبيعي يا شباب أي مسألة زي هذه بتشوف فيها عبارة تربيعية صحيح، وخصوصا إذا كانت لا تحلل، لأنه إذا تحلل بجوز الوضع يكون مختلف الصحيح شوي. حتى لا تحلل ممكن يتحايل عليها، آسف تحلل، أما لأنه تحلل أحيانا بيطلع فيها فراكشنز مختلفات ممكن يجينهم بطريقة مختلفة، بس لما يكون عليهم جذور برضه بتكون الأمور صعبة. فهون زميلكم بتقترح أني أعملها إكمال مربع هاي المسألة بكل بساطة، يعني زي ما تعلمنا بجوز المرة الماضية نقول X تربيع بتختار علي زائد 2X. طبعا الوضع الطبيعي هي بتختار علي بتقول لي أخذ نص معامل X، بس بدي أذكركم صح لأنه بجوز هي شيء ما ذكرتوش. أهم شيء يا شباب قبل ما تعمل أي إكمال مربع إنه معامل X تربيع يكون واحد، لأنه إكمال مربع لازم يكون معامل حتى لو سالب دير بالك مش صحيح، لازم يكون واحد. شو اللي بتساوي أنت لو كان عندك مشكلة؟ اعذروني أعلق عليها هسا. لو كان عندي عدد، لو كان عندي مثلا المسألة هاي مثلا 2 اكس تربيع زائد مثلا 16 اكس زائد 3 4، شو اللي بتساوي انت بكل بساطة؟ اللي بتساوي بتطلع 2 عامل مشترك، بعدين شو بصير عندك بغض النظر انه الاثنين مشترك فيهم كلهن ولا مش مشترك لازم تطلعه. خليني اغير لكم المسألة شوي، بعرف انه راح تصير زنخة شوي بس بعيني الله. لو كانت عندي مثلا 2 اكس تربيع مثلا زائد 5 اكس زائد 6، هاي 25، 4 ب 2 6 ب 6 اوكي، 4 ب 2 اسف 8 ب 6 خلاص تمام. بدي اتاكد ان مميزها بالسالب. طيب شو اللي بساوي؟ بطلع 2 عامل مشترك، شو اللي راح يضل معي؟ اكس تربيع، اعذروني هاي ما لهاش دخل مسألتنا بس حابة اوضح شيء، زائد هو راح يصير عندي 5 على 2 اكس صح؟ مش لما طلع 2 عامل مشترك لازم اقسم على الاعداد اللي هون على 2، هاي معناها مزبوط؟ او الاشياء اللي هون على 2، يعني طلعت 2 عامل مشترك بقسم على هذا على 2 بضل عندي اكس تربيع، طلعت 2 عامل مشترك من الكل لازم اقسم هذا على 2، لازم اقسم هذا على 2 بده يصفي 3. هسه شو اللي بساوي؟ ما باجي بعمل اكمال مربع واثنين موجود، باجي اعمل اكمال مربع لهاي، بخلي اثنين بحافظ عليها. بعدين جوا راح اقول عندي اكس تربيع زائد 5 على 2 اكس
زائد بدي أخلي هون شيء مشان إكمال المربع، بدي أسكر قوسي هون. طيب بدي أجي لنص معامل، أمل إنه الأمور تمام. بدي أجي لنص معامل العدد اللي هون اللي هو 5/2، نصه يعني أقسمه على نص رح أصير قديش الشباب؟ 5/4. شو بساوي فيه؟ بربعه. لما أربعه بده يصير 25/16. شو بصير أنت هون؟ بدك تجمع 25/16 وتطرح 25/16 فعليا. وعندك ثلاث أصلا، هاي ثلاثة تمام. طيب ننسى هاي شوي هسه، أوبس. هسه شو بده يصير معي؟ هاي حط عليها قوس لحالها، اللي بتجمع بدك إياها مع هاي، لأنه هذول إكمال مربع فعليا. شو ظل معي؟ خليني بعد إذنكم أنزل لتحت شوي هون. شو اللي رح يصير معي؟ رح يصير معي 2 برا، جوا رح يصير معي هاي، رح تصير اكس تربيع هاي، يعني كلها بين قوسين رح تصير اكس. بعدين نص المعامل، نص المعامل مربع اللي هو قديش؟ اسف بدك نص المعامل، نص المعامل 5/4 رح تصير زائد 5/4 الكل مربع تمام. بعدين بتاخذ هذول الثلاثه بدي اطرح منها قديش؟ 25/16 وحده مقامات تون. ثلاثه لما تنضرب بال 16 راح تصير 3/10 هاي 30، و3 بال 6 18 48. بدي اطرح منها 25 48، عندي 8 فوق ال 40 وعندي 15 لتحت، قديش بتصير؟ 23 صح؟ معاكم الحق تسولف، اذا اني غلطان قولوا لي. هذول راح يصيرين زائد 23 على، إذا أنا مش غلطان في عندي 8 مضبوط، 8/16 23/16 أسف. هيك بتكون إكمالة مربع. ظل عندك 2 اللي برا، إذا 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 بتسبب لك مشكلة دخلها العامل المشترك اللي طلعته، فهي راح تصير 2 بالقوس صار، مش راح أرجع أكتبه، زائد قديش؟ 23/16. أوكي شباب، أوكي شباب. فمش غلط دائما إذا بنشوفها بنكمل مربع بالطريقة هاي. عذرونا أنا بجوز أخذت وقت لشيء بعيد عن مسألتنا، بس حبيت أني أوضح لكم شلون بنعمل عملية إكمال مربع. ضروري أول شيء أنه أشوف أنه الإكس تربيع وعاملها واحد قبل ما أبدأ بعملية إكمال المربع. خلي أرجع أستخدم المساحة هاي لمسألتي. مسألتي بكل بساطة بسيطة هي الصحيح، عندي الإكس تربيع زائد 2x مثل ما قالت لكم زميلتكم، بدي اخذ نص معامل x اللي هو 1 نص، اسف نص 2 1، فبالتالي انا راح اجمع 1 واطرح 1 وعندي اصلا 3، اللي هي طبعا انا دائما اذا بدي اشتغل بسرعه خلاص بعرف اني انا بدي اجمع 1، فانا بروح اخذه من، اسف مش بدي اجمع 3، 5 بالمساله بتاعتنا زائد 5، فانا بقول بدي من ال 5 1 راح اصفي 4، وراح اشوف هذا اللي راح اصفي معي اصلا هسه، راح يصير x تربيع زائد 2x زائد 1 زائد 4. هاي بدي ابعدها على جنب لانها ما لهاش علاقه عندي بالاشياء، هاي راح تصير مع بعض. هذا القوس اذا بدي ارجع انزله راح اصير انزله، راح اصير اكس زائد نص المعامل. طبعا اذا شرط الوسط هون سالب هم تحطوها سالب يا شباب تمام، يعني احنا ما بناخذ معامل اكس مع اشارته، بناخذه هو كعدد. اذا كانت الوسط هون سالب بتصير هون باكمال مربع تحت سالب، هاي راح تصير اكس تربيع زائد 4. اوكي خلاص خلصنا. فمسألتي هاي شو راح تصير؟ راح تصير فعليا عبارة عن تكامل دي اكس على جذر الاكس زائد 1 مربع زائد 4. حسب بدي اسمع منكم انتم الصحيح. هذا اللي اقترحته علي زميلتكم، قلت لها شوي شوي بنساوي خطوة بعدين بنقول بعدها. بدي احط نقطة هون، بدي اسمع منكم شو الخطوة اللي بعديها هسه الصحيح. تفضلي.
ما هي أول شيء هاي تاعت التان أصلا x تساوي نص معامل الـ a هي 2 تان الـ تان ثيتا. بالضبط هاي تاعت التان. بس شو بدي أفرض يا هديل؟ بدي أفرض x زائد 1 عشان ما ألخبط، بفرضه على جانب u يساوي x زائد 1. بصير بصير زميلتكم بتقول بدي أفرض اليو مشان ما تخربط، بدي أفرض اليو بتساوي x زائد 1، وهذول لطيف الخطيات إذا ما فيش للإكس معامل بتكون الأمور سهلة، لأنه الدي راح تصير نفس يساوي الدي الإكس. الدي الإكس دي الإكس بصير بحطها إنه الدي معناته بالضبط. تفضل يا حبيبي تكلم أنت، بعدين راح يصير عادي بحطها كامل إنه دي إكس وصارت نفسها أصلا دي الإكس ديو على على يو تربيع زائد 4. يو تربيع زائد 4 هاي تحت التان صح؟ بحكي اليو يساوي طبعا 2 تان ثيتا. اعذروني اني اجي هون بس مشان المسح، ما حبيت اشرح على اللوح الابيض لانه هذاك اكيد مش راح يساعدني. اليو راح افرضها ايش؟ 2 تان ثيتا. تان ثيتا ثيتا والديو بحكي يساوي ايش؟ 2 سيكن تربيع لثيتا. سيكن تربيع لثيتا مضروبا بمين؟ مشتقة ما داخل السيكنت او داخل الثاني اللي هو دي ثيتا صح؟ معناته هذا خلينا نعوض شوي شوي. هاي راح تصير تكامل 2 سيكنت تربيع ثيتا دي ثيتا على مين؟ على 2 طيب جذر هذا شو راح يطلع لي؟ سيكنت طبعا هون 2 خلينا نكتبها شوي شوي. راح هون بمسحها عند اللزوم مش مشكلة. هون شو اللي راح يعطيني اياه؟ راح يعطيني اليو تربيع عبارة عن مين؟ 4 تان تربيع ثيتا زائد 4. بس قبل ما استخدم المتطابقة يا شباب الأربعة هاي عامل زائد. مشترك لازم تطلع لحالها لأن المتطابقة إذا بتذكروا بتقول لي تان تربيع زائد 1 بتساوي سيكنت تربيع. فبس اللطيف بالموضوع احنا ليش بنحط اثنين هاي؟ مشان نصير مشترك. لما بطلع الاربعه بتطلع اثنين، مع اثنين اللي برا راح تروح. تحت شو بتضل عندي؟ سيكنت تربيع. بنحذفها شو بتفضل؟ سيكنت صح ولا لا؟ تكامل السيكنت. بالضبط. بالتالي راح يصير كله التكامل تكامل اثنين مع اثنين راح تروح، تحت راح يطلع سيكنت وفوق في سيكنت تربيع راح يروحن مع بعض. شو راح يضل معي؟ سيكنت ثيتا دي ثيتا. تكاملها اصلا لن مطلق السيكنت ثيتا زائد تان ثيتا مطلق زائد سي. تمام خلينا شوي نوقف انتهاء بس تشوفوها، لان بدي ادور لي على شويه مساحه احطها فيها الصحيح، او خلينا نحفظها شوي بعدين خلينا نكمل. شو طلع عندي احنا؟ السيكنت ثيتا صح؟ خلينا نشوف الزاويه فاضي. طيب تكامل السيكنت ثيتا هاي شباب المفروض من اول درس اخذناه لما قلت لكم ارجعوا لي للجداول الموجوده بالكتاب بسكشن 8.1 بقول لي انه السيكنت راح يكون لين ذكرين مطلق السيكنت صح؟ صح يا هديل؟ صح ولا انا غلطان؟ صح. زائد تان لين السيكنت زائد تان المطلق زائد سي زائد سي. خلصنا. ضال علي شيء بسيط جدا. أرجع الأشياء لأصلها. بس أنا بدي أكون حذر بالترجيع لأنه هذه الفرضة يو بالأول. فبالأول راح ترجع ليو بعدين راح أرجع لمين؟ يعني زي سوينا فرضين إحنا فعليا. صح ولا لا؟ طيب خلينا ننتبه شو الفرض تاعنا هون اللي كان. فرضنا هون كان بيقول لي إنه تان ثيتا بيساوي يو على اثنين. صح يا شباب؟ إذا بدي أساوي المثلث يعني عذروني أني أساوي على الزاوية هاي، هاي الثيتا التان إحنا بنعرف إنه مقابل يو على وتر 2، وهاي راح تطلع عبارة عن مين؟ يو تربيع زائد 4. طيب أنا اللي طلع عندي بالتكامل فوق إذا بنرجع هون يا شباب السيكنت والتان معناته هذا التكامل بدلالة يو راح يصير لين مطلق. خلنا نرجع تحت. التان أصلا عبارة عن يو على 2 راح أحطها هون. هاي التان راح أحط بدالها هون في إشارة زائد يو على 2
زائد سي طبعا عندي هون، والسيكنت خلنا نرجع لتاتي هون، هاي سيكنت، السيكنت احنا قلنا مقلوب الكوساين، الكوساين 2 على الوتر، ولا انا غلطان؟ اه مزبوط 2 على الوتر، تصير الوتر على 2، يعني بتصير جذر اليو تربيع زائد 4 على 2، جذر اليو تربيع زائد 4 على 2. خلصنا، طلع لي خطوة بسيطة جدا، وهاي يعذروني رح اكتبها هون، رح تصير لين. طيب الجذر بدأ طول شوي، ليش؟ لانه اليو كانت عبارة عن اكس زائد 1 الكل تربيع زائد 4، هذا كله تحت الجذر، على 2 زائد اليو برضو كانت فرضتها هديل اكس زائد 1 على 2 كله زائد ثابت تكامل سي. واضح شباب؟ في حد عنده سؤال فيه؟ شكرا لك يا هديل، اظن هي خلصنا. في اخطاء سويناها شيء، لانه مرات الانسان بجوز يخطئ بشيء كذا، تمام، بجوز نقلت من هون لهون بعدين رجعت لهون، الامور ملخبطه، بس الامور ان شاء الله واضحه قدامكم، ما فيش مشكله فيها. فيها شيء يا شباب قبل ما نفكر بالسؤال اللي بعديه، بالثلاث دقائق الاربع دقائق اللي ظلن معنا؟ آه يا شباب في حد عنده سؤال عليه؟ طيب السؤال بعديه، المسألة الثانية، دكتور هاي أجزاء؟ لا أجزاء، أجزاء في تفكير أبسط أو تعويض، تعويض قصدك؟ تعويض. شو بدي أفرض؟ طيب بدي شيء أحذفه بالأول، بدي أكتبه أحذفه. نفرض اللي داخل الجذر أو اللي تفرق شيء. طيب ليش مثلاً بدي أفكر بالطريقة اللي أخذناها اليوم؟ بصير كمان عادي، هو لازم نفكر بالطريقة اللي أخذناها اليوم. هي أولا لازم تكون تعويض صحيح، يعني إحنا بنعرف فاي شباب إي قوة إكس، صح؟ مظبوط؟ آه تمام دكتور، مظبوط؟ مظبوط. بس شيء بدي أعدله بالسؤال الصحيح، لا بتحطوا لي سالب هون او بتحطوا لي بترفعوا لي هاي هون او حطوا لي سالب هون، يعني انها تطلع وين؟ ليش؟ لانه بدي افرض يو مثل ما قبل فرضنا شوي، قبل شوي راح تصير هاي عباره عن 4 زائد يو تربيع، بدي افرض مين؟ بدي افرض اليو بتساوي اي تو ذا اكس، هاي هسه بعد لكم اياها ان شاء الله، برجع بنزل لكم الملف لان ضروري تكون معدله. فدي يو شو راح تكون؟ اي تو ذا اكس بايش شباب؟ ها دي الاكس، صح ولا انا غلطان؟ شو رايكم؟ مزبوط ولا انا غلطان؟ اخذوا راحتكم شباب عادي، ما فيش مشكله، اذا في خطا قولوا لي عادي، من نتناقش فيه نظر. دكتورة صح، احنا بدها تصير دي اليو على اي الاكس بتصير، صح؟ هاي ليش؟ انه لا اللي بالفرض قصدي انه مش بتصير دي اليو على اي الاكس بتساوي دي الاكس. لا مو اذا رفعتها فوق ما فيش مشكلة فيها، اذا تركتها تحت لا قصدي دكتور على الفرض التعويض هناك، خليها ما فيش مشكلة، خليها زي ما هي، ولا تعدلوا اشارات ولا اشي زي ما قلت، خليها مثل ما هي. هسه مثل ما قلت لكم، اذا فرضنا بس خلينا اطلع لفوق شوي مشان نستفيد من المساحه هاي. هسه لو فرضنا اليو بتساوي اي تو ذا اكس، صح؟ الدي اليو شو راح تكون؟ اي تو ذا اكس في دي الاكس، او بلغه ثانيه شباب شو راح يصير معي؟ الدي الاكس راح تكون دي يو، جوز هذا قصدك صح؟ دي يو على ايوه هذا دكتور، ايوه اي تو ذا اكس، وبالتالي دي الاكس شو بتساوي؟ دي يو على اي الاكس على على
على يو شو انت شو بدك تفهم يو ولا واي نفس الشيء عادي ما فيش على يو صح ولا اي تو ذا اكس نفس اليو صح ولا لا فبالتالي علي معناته التكامل شو بده يصير عباره عن تكامل دي يو تحت شو راح يجيني يا شباب راح اوضح لكم اياها راح يجيني صح شو رايك تمام الباقي يا شباب عارفين ليش لانه دي اكس على دي يو راح تصير هاي معناها راح احط بدالها دي يو على يو صح اللي هو يو تربيع بدالها راح اعوض شو هي بتساوي وهاي طلع انت شو فرضت فرضتها يو فهي راح تصير يو خلينا احط هيك بلاش تفكروا انه هاي اكس بتصير يعني هاي بدالها دي يو هاي بدالها راح يجيني ايش يو وهاي قلت لكم قبل شوي معناها اي قوة اكس تربيع وهاي بدالها راح يجيني مين يو برضو تربيع صح ولا لا مزبوط اليو هاي لما تنزل هون راح تصير يو تربيع ودي يو راح تضل بالبسط فوق راح يجيني هون جذر الأربعة زائد يو تربيع شو رايكم هاي في داعي نرجع نحلها ولا انحلت قبل شوي نظن حليناها قبل شوي لا مش نفسها كانت بالسالب طيب هسه شو بدكم تساووا اخر شيء وبخليكم تكملوها انتوا لحالكم الامور سهله هاي هديل شو بنفرض هون بحكي اول شيء اللهم استحمد الاكس لا هون يو صار عندي صح خلصنا من الاكس طب اليو يستم اثنين طبعا اثنين هاي شباب ارجع باكد انها جذر مين جذر العدد اللي بعلم فيه هون قاعد اللي هو الاربعه صح ولا لا تان تان مين تان ثيتا وبكمل دي يو يساوي اثنين سي كان تربيع لثيتا دي ثيتا هاي راح تيجي بالبسط خلينا نكتب لكم اياها وانتم بتكملوا الاشياء بالجدول والاشياء مش بالجدول اسف بالمثلث والاشياء هاي راح تصير بالبسط عندي 2 سيكانت تربيع ثيتا دي ثيتا بالمقام شو راح يجيني يا شباب اليو تربيع هاي اليو راح يجيني 4 تان تربيع ثيتا والجذر تحت راح يعطيني 2 صح لانه متعوض 2 وتربحها هون راح يطلع الجذر الأربعة اللي هو 2 بعدين الواحد زائد تان تربيع هاي سيكنت تربيع تحت الجذر راح يعطيني مين سيكنت صح لا سيكنت لحالها اسف ثيتا ولاني غلطان في سيكنت مع سيكنت هون شو بده يضل عندي يا شباب شو بده يضل عندي سيكنت بالبسط والاثنين مع اثنين بتروح والربع بس تطلع برا فراح يعطيني ربع بعدين تكامل قلنا راح يضل عندي سيكنت بالبسط على تحت شو راح يضل عندي قلنا تان تربيع ثيتا طيب هذول شو بدنا نسوي فيه هنا شباب شو بدنا نكملها عندي سيكنت عتان تربيع احفظوا لي سيكنت عتان تربيع عندي تكامل سيكنت ثيتا على تان الربع طبعا مش مشكله مش راح نقولهم تربيع ثيتا دي ثيتا شو رايك شلون ممكن نكمله هذا شباب بكل بساطه احنا بنعرف انه السيكنت واحد على كوساين ثيتا والتان بنعرفه انه ساين تربيع على كوساين تربيع لانه مربع طبعا راح اكتب ساين تربيع ثيتا على كوساين
تربيع ثيتا ل ثيتا واللي هي راح تساوي تكامل هاي اللي فوق راح تظل مثل ما هي واحد على كوساين ثيتا اللي تحت شو راح يصير فيه يا شباب نضربه بالمقلوب صح راح تصير كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا دي ثيتا صح ولا أنا غلطان شو رأيكم هاي يا شباب شو طلعتوا هلا الساين الكوساين مع الكوساين مع التربيع بيروح هذولا بروحين مع بعض ظل عندي كوساين واحدة وهاي شو بتساوي بعدين كوساين ساين تربيع ثيتا دي ثيتا بالضبط على ساين تربيع ثيتا شو بتفرض هسه ساين بالضبط بتفرض الساين لانه مشتقته بالبسط اسف 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 ليش مش مشكلة من الفرض هذا شو راح يعطيني انه اللي بالبسط نفسه اللي بالمقام فراح يصير التكامل يا شباب انتوا اشتغلوا راح يصير ديو او دي دبليو اسف فرضته على مين على دبليو مربع وبتعرف هاي بطلعها فوق بتصير دبليو قوة ناقص اثنين بجمع التكامل هذا كله راح يصير ايش دبليو قوة ناقص واحد او واحد على دبليو وفي اشارة سالب صح؟ سوار بهاليومين إن شاء الله بحددوه احتمال الأسبوع الجاي بالغالب أظن بخمسة 11 كانوا اطرحوا الطرح عذروني شباب إني قطعت لأنه زميلكم بسأل عن الكويز فأني أي شيء إن شاء الله راح أودي لكم رسالة بالنسبة للكويز بس بالغالب احتمال يكون بخمسة 11 هيك كان النقاش كي؟ طيب خلينا نرجع بعد إذنكم للمسألة فبالتالي هاي شو راح تصير ناقص واحد على ساين ثيتا أوكي بعرف إنه بجوز عجقنا شوي أوكي لأنه مثل ما قلت لكم طلع ال W فوق بصير U W قوة ناقص اثنين تكاملها بتصير W قوة ناقص واحد على ناقص واحد أو اللي هي ناقص واحد على W الفرض كان عبارة عن الساين W فالتكامل راح يصير ناقص واحد على ساين ثيتا هذا السيكنت خلنا ارجع لهناك بعد اذنكم بعرف اني طولت عليكم والله بس لانه خلصنا اجمالا فهذا عبارة عن مين ناقص واحد راح يطلع على ساين ثيتا طبعا زائد ثابت تكامل سي شو ظل عليك انت اللي تساوي شيء بسيط جدا انه ترجع للمثلث تاعنا تطلع شو هي بس ديروا بالكم الأشياء بدلالة يو بالمثلث تاعنا لأن احنا فرضنا الأشياء بدلالة يو هون فهي كانت تان ثيتا يعني راح تكون يو على اثنين راح يكون المقابل يو والمجاور اثنين وهذا راح يكون يو تربيع زائد أربعة احنا خلصنا تقريبا فالساين راح يكون عبارة عن اثنين على الوتر هاب بدك مقلوبه اللي هو واحد على الساين يعني اللي هو الكوسيكنت فعليا راح يكون جذر اليو أسف مش اثنين جذر اليو تربيع زائد أربعة على أربعة راح تكون واليو انت فرضت اي قوة اكس بترجع على أصلها وبتكون المسألة انتهت انا بعرف طولت عليك وبعتذر جدا الصحيح اكيد بتقدر تغادروا ولا يعطيك العافية دكتور في مجال بس ما اذا في حد عنده سؤال بده يضل عادي ما فيش مشكله طبعا دكتور الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه يا وسام هسه دكتور بس اسالك عن نظام الامتحانات كيف راح تكون شلون يعني الامتحانات كيف راح تكون الكويزات والامتحان كيف كان راح العلامات يعني توزيع العلامات توزيع العلامات دكتور
احنا باول محاضرة اتفقنا انه غالبا راح يكون في كوزين بعشر علامات ومترم 30 والنهاية اكيد 50 هذا محدد من الجامعة. تمام دكتور شكرا. بالنسبة للعلامات الكوزات اكيد واظن المترم اظن اخذ قرار انه كان اونلاين اظن. والله يجيب البيل خير. بالرتب الامور طبعا هذاك راح يجي من الجامعة احنا موعد الكوزات المترم والنهائي. بظل الكوزات كان في نقاش امبارح اظن انه يكون بخمسة 11 اظن اكيد لما يستقروا على شيء راح نوديكم اياه ان شاء الله. ان شاء الله يعني التفاصيل كلها ان شاء الله وين بدنا نمتحن اي ساعه شو المنصه والاشياء ان شاء الله. ان شاء الله خير ان شاء الله بس غالبا احتمال يكون على الاي ليرنينج او الكوز اللي كنا نمتحن عليه زمان بدنا نشوف شو بدهم يعطونا اياه صح لانه شوي الاي ليرنينج غيرونا اياه الفصل هذا اصلا حتى مفاتنا القديمة ضاعت فما بدري إيش اللي راح يصير بس الأمور راح تكون بسيطة إن شاء الله نفس المنطقة يعني. إن شاء الله دكتور إن شاء الله إن شاء الله. حد عنده سؤال غير أوس؟ آه شباب يعطيكم ألف عافية ولقاءنا اليوم بكون انتهى ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.